تعد مدينة غزة من أقدم المدن المأهولة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 4000 عام. كانت غزة تعرف باسم غزة في العصور الفينيقية، وهي إحدى المدن الكنعانية القديمة التي ارتبطت بتجارة التوابل والبخور، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ازدهرت غزة في عهد الفراعنة المصريين، وكانت تحتل مكانة بارزة كميناء تجاري يربط بين مصر وبلاد الشام. العهد الفارسي والإغريقي. في القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت غزة تحت الحكم الفارسي ضمن الإمبراطورية الأخمينية. خلال هذه الفترة استمرت غزة في ازدهارها التجاري والثقافي. وفي القرن الرابع قبل الميلاد دخلت غزة تحت حكم الإسكندر الأكبر بعد معركة غزة في 332 قبل الميلاد. ازدهرت المدينة تحت الحكم الإغريقي، وكانت مركزاً هاماً للتجارة والثقافة الهيلينية. العصر الروماني والبيزنطي. في القرن الأول قبل الميلاد أصبحت غزة جزءاً من الإمبراطورية الرومانية. تحت الحكم الروماني نمت المدينة بشكل ملحوظ وأصبحت مركزاً مهماً للتجارة والثقافة في المنطقة. بعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية أصبحت غزة جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية. خلال هذه الفترة استمرت المدينة في النمو والازدهار، وتم بناء العديد من الكنائس والمعابد فيها. الفتح الإسلامي. في القرن السابع الميلادي دخلت غزة تحت الحكم الإسلامي بعد الفتح الإسلامي للشام. أصبحت المدينة جزءاً من الخلافة الراشدة ثم الأموية والعباسية. ازدهرت غزة خلال العصور الإسلامية المبكرة كمدينة تجارية وثقافية، وشهدت نمواً في التعليم والفنون. العصور الوسطى. في العصور الوسطى خضعت غزة للعديد من القوى المتنافسة، بما في ذلك الصليبيين والأيوبيين والمماليك. خلال فترة الحروب الصليبية كانت المدينة مسرحاً للعديد من المعارك والنزاعات. في القرن الثالث عشر الميلادي أصبحت غزة تحت حكم المماليك الذين أعدوا بناء المدينة وطوروها كمركز تجاري مهم. العهد العثماني. في القرن السادس عشر أصبحت غزة جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. خلال الحكم العثماني شهدت المدينة فترة من الاستقرار والنمو. كانت غزة مركزاً إدارياً مهماً في المنطقة، وشهدت تطوراً في البنية التحتية والتجارة. ازدهرت الزراعة في محيط المدينة، وخاصة زراعة الحمضيات والزيتين. الانتداب البريطاني. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وضعت غزة تحت الانتداب البريطاني ضمن ولاية فلسطين. خلال فترة الانتداب شهدت المدينة تحولات سياسية واقتصادية كبيرة. تأثرت غزة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الناشئ، وازدادت التوترات بين السكان العرب واليهود في المنطقة. النكبة والحكم المصري. في عام 1948 بعد إعلان قيام دولة إسرائيل واندلاع حرب 1948 أصبحت غزة تحت السيطرة المصرية. شهدت المدينة تدفقاً كبيراً للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من المناطق التي أصبحت جزءاً من إسرائيل. خلال الحكم المصري ظلت غزة منطقة مضطربة وتعاني من تدهور اقتصادي واجتماعي. الاحتلال الإسرائيلي. في عام 1967 خلال حرب الأيام الستة احتلت إسرائيل قطاع غزة، وبدأت فترة من الاحتلال العسكري. شهدت غزة خلال هذه الفترة توترات وصراعات مستمرة بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. انتشرت المستوطنات الإسرائيلية في محيط المدينة، وازدادت حدة النزاعات. السلطة الفلسطينية. في عام 1994 بعد توقيع اتفاقيات أوسلو أصبحت غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.
شهدت المدينة فترة من الأمل والتفاؤل بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار، ومع ذلك ظلت التحديات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، واستمرت النزاعات مع إسرائيل. سيطرة حماس. في عام 2007 سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد نزاع مسلح مع حركة فتح. منذ ذلك الحين تعرضت غزة لعدة حروب مع إسرائيل، بما في ذلك حرب من 2008 إلى 2009، وحرب 2012، وحرب 2014، وحرب 2021. هذه الحروب أدت إلى تدمير كبير في البنية التحتية وسقوط العديد من الضحايا المدنيين. الوضع الحالي. اليوم تعتبر غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتعاني من حصار اقتصادي وإنساني شديد. البنية التحتية في المدينة مدمرة إلى حد كبير، والاقتصاد في حالة تدهور مستمر. على الرغم من هذه التحديات، يظل سكان غزة متمسكين بالأمل والصمود في مواجهة الظروف الصعبة. تستمر الجهود الدولية والمحلية في محاولة تحسين الوضع الإنساني في غزة رغم الصعوبات الكبيرة. الخاتمة. غزة، المدينة التي شهدت على مر العصور العديد من الحضارات والصراعات، تظل رمزاً للصمود والإصرار. من الفينيقيين إلى العصر الحديث، تروي شوارع غزة وقصصها حكاية مدينة نجت من الحروب والكوارث لتظل نابضة بالحياة والأمل. إن تاريخ غزة العريق هو شهادة على قدرة الإنسان على التكيف والتغلب على التحديات في أصعب الظروف. إذا أعجبك هذا الفيديو، فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع عائلتك والأصدقاء. شكراً لكم على دعمكم.